أمطار في منتصف موسم القيف في حالة مناخية نادرة الحدوث في المملكة العربية السعودية. لأول مرة منذ سنوات راح تتشكل حالة ماطرة بتشمل معظم مناطق المملكة العربية السعودية لفترة زمنية طويلة في منتصف فصل الصيف. بعد ما تأثرت عمان، الإمارات وقطر والبحرين بمنخفض المونسون، وصلت امتدادات المنخفض إلى المملكة العربية السعودية. تتزايد مؤشرات تأثر المملكة بحالة جوية ماطرة خلال الأيام القادمة راح تؤدي إلى انقلاب الأجواء بشكل غير معتاد. هاي الانقلابات راح تكون في العديد من المناطق بما في ذلك العاصمة الرياض مترافقة بالأمطار، موجات غبارية اعتبارا من هذا اليوم. من المنتظر أنه يتعمق هذا المنخفض، وكما نشاهد هنا تدفق كميات هائلة من بخار الماء الاستوائي إلى أجواء المملكة، مسببا نشوء أحوال جوية غير مستقرة تمثل بتطورات لسحب ركامية رعدية ممطرة في مناطق متفرقة من شرق ووسط وجنوب المملكة. سمات هذه السحب الركامية راح تكون إنها مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا ورياح هابطة اللي بتؤدي بدورها إلى حدوث موجات من الغبار الكثيف في معظم مناطق المملكة. راح ننتقل سوية لمشاهدة احتمالية هطول الأمطار في العاصمة الرياض عبر تطبيق طقس العرب. كما نشاهد هنا هنالك احتمالية لزخات من الأمطار من ابتداء من اليوم، حيث تكون النسبة 98% خلال ساعات النهار و 82% في ساعات الليل. يوم الغد 49% نهارا 45% فرص زخات الأمطار في العاصمة الرياض. يوم الثلاثاء 37% إلى 51% ليلا، تنخفض قليلا يوم الأربعاء لتصبح 42%، أما يوم الخميس فتنخفض بشكل ملحوظ لتصبح 25% خلال ساعات النهار والليل، لتبدأ درجات الحرارة بالارتفاع تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة. نتمنى السلامة للجميع، ولمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق طقس العرب. دمتم في أمان الله.